بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من أهل ملبدا. حدثنا أصبغ، أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي أحرم وقد لبد شعر رأسه، أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم وجعل في شعر رأسه نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن عقبة: سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، يعني لبى عند المسجد لأن هذا المكان هو ميقات أهل المدينة صلى الله عليه وسلم. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، جمع قميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس. البرنس هو ثوب وفيه ما يغطي الرأس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران لأنه طيب، أو ورس لأنه طيب، والطيب من محظورات الإحرام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبس المحرم: القميص، العمامة، السروال، البرنس، الخف، إلا من لا يجد نعلين فيلبس الخفين ولكن ليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيء مسه الطيب. لأن المحرم خاضع لله تعالى، بعيد عن زينة حياة الدنيا، رجاء رحمة الله ومغفرته جل جلاله. باب الركوب والارتداف في الحج، يعني أن يركب وراءه إذا كانت الدابة تتحمل ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكباً خلفه من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل رضي الله عنه من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالتلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يكبر. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. الإزار ما يلبس، ما يلبس في النصف الأسفل. ولبست عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. العصفر صبغ، يعني ثوب مصبوغ بالعصفر. وقالت: لا تتلثم ولا تتبرقع. المرأة لا تجعل لثام على فمها في حالة الإحرام، ولا تلبس البرقع في حالة الإحرام، ولكن إذا رأت الأجانب ترخي الجلباب الذي على رأسها، فإذا ذهبوا ترفعه. لا تلثم، أي لا تغطي فمها في حالة الإحرام، ولا تتبرقع، لا تلبس البرقع، ولا تلبس ثوبًا بورس، أي مصبوغ بورس وهو طيب، ولا زعفران. وقال جابر رضي الله عنه: لا أرى المعصفر طيبًا. المعصفر ليس بطيب، إنما هو صبغ. ولم تر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأسًا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. فقال إبراهيم رحمه الله: لا بأس أن يبدل، أن يبدل ثيابه. إذا توسخ الإحرام يجوز أن يلبس إحرام آخر، لا يلبس قميص ولا عمامة، إنما يلبس إحرام آخر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كُريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجَّل، أي مشط شعره وادَّهن ولبس إزاره ورداءه وأصحابه، يعني قبل الإحرام مشط شعره وادَّهن ثم لبس الإزار والرداء وأحرم. فلم ينهى عن شيء من الأردية، رداء ما يلبس في على النصف الأعلى، والأزر ما يلبس في النصف الأسفل. فلم ينهى عن شيء من الأردية جمع رداء، والأزر جمع إزار، تلبس إلا المزعفرة، إلا المصبوغ بالزعفران لأنه طيب، التي تردع على الجلد، أي لونها وطيبها يقع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، اسم مكان أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، يعني قلد الناقة قطعة من جلد، علامة على أن هذا هدي لله تعالى، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، يعني خرج من المدينة بقي من ذي القعدة خمس أيام. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، وصل مكة يوم أربع من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه أي الهدي، لأنه قلدها. النبي صلى الله عليه وسلم قرن جمع بين العمرة والحج وساق الهدي، فطاف وسعى ولم يتحلل إلا يوم النحر بعدما رمى جمرة العقبة. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه أي الهدي، لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، يعني الذين لم يسوقوا الهدي يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا، ثم يحرموا يوم التروية بالحج ويلزمهم هدي التمتع، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، أي جمل قلده وضع في عنقه قلادة شيء من الجلد علامة على أن هذا هدي، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. الذي طاف وسعى وقصر وتحلل تحلل تحللا كاملا، الذي معه أهله لا بأس أن يقربهم حتى يحرم يوم التروية بالحج، فيحرم عليه محظورات الإحرام. قال الحافظ ابن حجر: وقالت عائشة أم المؤمنين: لا تلثم، أي لا تغطي شفتها بثوب. التلثم أن تغطي شفتها بثوب، فالمحرمة لا تغطي شفتها وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال سعيد بن منصور رحمه الله: حدثنا هشيم، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، إذا رأت الأجانب الجلباب الذي على رأسها ترخيه على وجهها، فإذا ذهب الرجال تكشف. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا ابن جريج، حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا لأنه مقيم، وبذي الحليفة ركعتين لأنه مسافر، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل، أي لبى صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعًا لأنه مقيم، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه مسافر. قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. باب رفع الصوت بالإهلال أي بالتلبية. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعًا لأنه مقيم، والعصر بذي الحليفة ركعتين لأنه مسافر، وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا، أي بالتلبية. فرفع الصوت بالتلبية للرجال مطلوب، ترفع صوتك بالتلبية من حين ما تحرم إلى أن ترمي جمرة العقبة، وأما المرأة تلبي لكن تخفي صوتها لأن صوت المرأة فتنة. باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك: أجبت نداءك يا رب، فرضت علينا الحج فأجبنا رداءك، لا شريك لك. كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وإخلاص العبادة لله جل جلاله.
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد جميع الكمال والجلال لك، والنعمة كلها منك، والملك كله لك لا شريك لك. توحيد وثناء على الله جل جلاله. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش. وقال شعبة: أخبرنا سليمان، سمعت خيثمة عن أبي عطية، سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الداب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين، لأنه سافر، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء أي الناقه، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، يعني الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وتكون عمرة، حتى كان يوم التروية الثامن من ذي الحجة أهلوا بالحج ولزمهم هدي التمتع. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما. النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر نحر بيده 63 بعيرا صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله جل وعلا، ووكل عليا رضي الله عنه أن ينحر بقية 100، أهدى 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي تقربا إلى الله جل جلاله. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله قال بعضهم: هذا عن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه. باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة صلى الله عليه وسلم. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة أي الفجر بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًا، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى في جرول بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة الفجر اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن
ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذا الحليفة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال، نعوذ بالله من فتنة الدجال ومن جميع الفتن، فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. هذا من فضل الله، مكتوب بين عيني الدجال كافر، ليحذره المسلم، فالدجال كافر أعاذنا الله من فتنته. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمعه، ولكنه قال: أما موسى عليه السلام كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو محرم يلبي. الله تعالى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. باب كيف تهل الحائض والنفساء إذا حاضت المرأة وهي محرمة أو نفست، فإحرامها صحيح، لكن لا تطوف بالكعبة حتى تطهر وتعمل جميع المناسك وحجها صحيح، إلا أنها تؤخر الطواف حتى تطهر. أهل تكلم به، أهل أي رفع صوته بالتلبية، واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي يعني الصوت، وما ذبح لغير الله شرك ولا يجوز أكله. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، يعني معه هدي يقرن ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يعني يوم النحر. فقدمت مكة وأنا حائض، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، لأنها لم تطهر فأمرها أن تحرم بالحج فتصبح قارنة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، أي قصروا وتحللوا الذين لم يسوقوا الهدي، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، لأنهم تمتعوا فطافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة للعمرة. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا يعني سعوا سعيا واحدا، القارن لأنه جمع بين العمرة والحج وطاف وسعى عند القدوم وبقي محرم، فيوم النحر يطوف طواف الإفاضة والسعي الأول يكفي لأنه لم يتحلل. وأما الذين تحللوا طافوا
طواف الإفاضة وسعه سعي الحج. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل عند الإحرام بإهلال بحج أو بالعمرة أو قرن، بل قال إهلالاً كإهلال النبي، علق إهلاله بإهلال النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، فإن ساق الهدي فيكون كالقارن، وإن لم يسق الهدي يتحلل. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه لأنه ساق معه الهدي، وذكر قول سراق. حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لا أحللت. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فكان قارناً فلم يتحلل. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت، لأنه جاء معه الهدي فصار قارنا كالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ يعني هل سقت الهدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت لأنه لم يسق الهدي، فأتيت امرأة من قومي لعلها من المحارم فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. عمر رضي الله عنه كان لا يرى التمتع، ولكن التمتع هو أفضل أنواع المناسك لمن لم يسق الهدي. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته، والفسوق المعاصي، والجدال أي بالباطل. كل هذا يجب على الحاج أن يحذره. فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال الذي بعد رمضان وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. أما العمرة فوقتها طول العام، وكره عثمان رضي الله عنه
أن يحرم من خراسان أو كرمان، يعني المشروع الإحرام من الميقات. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي من قبيلة بني حنيفة، حدثنا أفلح بن حميد، سمعت القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف بالنورية، قالت: فخرج إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، يعني قرنوا. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، يعني أنها حاضت رضي الله عنها. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي، أي حائض. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر عن يوم 13 حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا، ثم ائتيا هاهنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر آخر الليل فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل، أي بالذهاب في أصحابه، فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة. البخاري يفسر بعض الكلمات، قال: ضير من دار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا، يعني تصريف اللغة. باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، يطوف ويسعى ويقصر وتكون عمرة، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه رضي الله عنهن لم يسقن فأحللن. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فحلت فلم أطوف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، يعني ليلة 13، قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها: ما أراني إلا حابستهم، أي مؤخرتهم عن السفر. قال عقرى حلقى: أو ما طفت يوم النحر طواف الإفاضة؟ قالت: قلت: بلى. قال: لا بأس، انفري. إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع ويجوز لها السفر إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، أما إذا لم تطف طواف الإفاضة فطواف الإفاضة ركن،
لا بد أن تطوف طواف الإفاضة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. سبق أنه كان قارناً، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر، يعني إذا ساق الهدي. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، يعني عن التمتع، وأن يجمع بينهما القران، فلما رأى علي رضي الله عنه أهل بهما، يعني قارن لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع لأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. عثمان ينهى عن التمتع، ولكن علي قرن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، يعني هؤلاء المشركون في الجاهلية، المشركون في الجاهلية كانوا يقولون أن العمرة في أشهر الحج ذنب عظيم، ويجعلون المحرم صفراً، إذا جاء شهر المحرم كانوا يقاتلون ويقولون: نجعل صفر بدله، يتلاعبون ويقولون: إذا برأ الدبر، الدبر الجرح الذي في السنام مع طول السفر يحصل جرح، قالوا: إذا تعافى سنام البعير، إذا برأ الدبر وعفى الأثر، يعني أثر الحجاج انتهى بالهواء مسح أثر الحجاج وانسلخ صفر، أي خرج شهر صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. هذا الشيطان زين لهم هذا، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. أمرهم الذين لم يسوقوا الهدي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة، مخالفة للمشركين. فالتمتع أفضل أنواع النسك. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل لأنه لم يسوق الهدي. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، وحدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَّت رأسي، أي وضعت على شعري شيء من الصبغ ونحوه حتى لا يتطاير الشعر، وقلَّدت هدي، وجعلت قطعة من جلد في عنق الناقة لتعلم أنها هدي لله تعالى، فلا أحل حتى أنحر، يعني يوم النحر. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبي قال: تمتعت
فنهاني ناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، يعني بالتمتع، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما يعني بهذه الرؤية، فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي، قال شعبة، فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت، يعني بيان أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو شهاب، قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن أي الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا، يعني كانوا محرمين بالحج، فأمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، يفسخوا الحج إلى العمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي. فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية الثامن من ذي الحجة فأهلوا بالحج، يعني وعليهم هدي التمتع، وجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم النحر، ففعلوا. فالذي أحرم بالحج مفرد ولم يسوق الهدي فيفسخ، يطوف ويسعى ويقصر ويفسخ الحج المفرد إلى التمتع، ثم يحرم بالحج يوم التروية ويلزمه هدي التمتع، فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان، اسم مكان، في المتعة أي في التمتع، فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أهل بهما جميعا، يعني قرن، فالواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من لبى بالحج وسماه. حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، يعني الذي لم يسق الهدي وأحرم بالحج فعليه أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، ثم يحرم بالحج يوم التروية وعليه هدي التمتع، فإن لم يجف صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء، يعني الذين منعوا من التمتع عمر وعثمان، فالتمتع أفضل أنواع النسك،
والواجب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني هدي التمتع لا يجب على من كان حاضر المسجد الحرام. قال الحافظ رحمه الله: واختلف السلف رحمهم الله في المراد بحاضر المسجد، فقال نافع والأعرج هم أهل مكة بعينها، وهو قول مالك، واختاره الطحاوي رحمهم الله ورجحه، وقال طاووس وطائفة رحمهم الله هم أهل الحرم وهو الظاهر، وقال مكحول رحمه الله من كان منزله دون المواقيت، وهو قول الشافعي في القديم رحمه الله، وقال في الجديد القول الجديد من كان من مكة على دون مسافة القصر، ووافقه أحمد رحمهم الله، وقال مالك أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان، وسوى أهل منى وعرف. فحاضر المسجد الحرام الذي بينه وبين الحرم أقل من مسافة القصر، والقصر 80 أو 85 كيلو. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر، حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج التمتع، فقال: أهل المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن في حجة الوداع وأهلنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. الذي أحرم بالحج وليس معه الهدي يطوف ويسعى ويقصر، اجعلها عمرة، ثم يحرم بالحج يوم التروية ويلزمه هدي التمتع، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في حجة الوداع وأهلنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، إلا من ساق الهدي معه. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء، يعني قصروا وتحللوا ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر. ثم أمرنا عشية التروية، يعني يوم الثامن، أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إلى أمصاركم الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة. الشاة إذا كانت من المعز تكون سنة كاملة، وإذا كانت من الضأن 6 أشهر. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء، عن الجدال بالباطل. باب الاغتسال عند دخول مكة. حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، أخبرنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر
رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى جرول، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن المنذر رحمه الله: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، يعني ليس بواجب بل هو مستحب. باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى جرول حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى جرول حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب من أين يدخل مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا من جهة الحجون، ويخرج من الثنية السفلى الشبيك. والآن جبل الكعبة. باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري، حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء عن الحجون، ويخرج من الثنية السفلى من الشبيك. قال أبو عبد الله: كان يقال هو مسدد كاسمه يعني موفق. قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسدداً أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، لأنه يعني يستحق الاحترام، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد، يعني أنه رجل أمين رحمه الله. حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها، يعني من جهة الحجون، وخرج من أسفلها أي شبيك. حدثنا محمود بن غيلان المروزي، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح، عام فتح مكة، من كداء من جهة الحجون، وخرج من كدى من أعلى مكة، كدى جهة الشبيك. حدثنا أحمد، حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة جهة الحجون. قال هشام: وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدى، كداء جهة الحجون وكدى جهة الشبيك، وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حاتم عن هشام بن عروة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة رحمه الله أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا هشام عن أبيه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء الحجون، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء، وأقربهما إلى منزله.
قال أبو عبد الله: كداء وكدى موضعان، كداء من جهة الحجون، وكدى شبيك، والآن جبل الكعبة. فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عاصم، قال أخبرني ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينقلان الحجارة، يعني هذا في عندما بانت قريش، يعني جددت قريش الكعبة قبل النبوة. لما بنيت الكعبة، أي قريش لما جددوا بناء الكعبة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل البعثة، وعباس ينقلان الحجارة لبناء الكعبة، فقال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، لأنه كان غلام فخر إلى الأرض لما حل الإزار ليجعله على منكبه، سقط، تأديب من الله، لأن كشف العورة لا يجوز، وهذا قبل البعثة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أريني إزاري، فشده عليه.